يعني بالنسبة للي احنا شفنا الاكسس ليست الستاندرد، يا دوب بنكتب بيرميت او ديناي، وبعد كده بنكتب اي بي ادرس، وبعد كده وايلد كارد، والوايلد كارد ده اوبشنال، بس انت لو ما حطيتوش هيتحط مكانه 4 اصفار. الاكستندد اكسس ليست كنا شفنا ان هي بتبقى طويلة شوية، بيبقى فيها بورت نمبرز، ممكن اذا كان سورس بورت او ديستنيشن بورت. طبعا بعرف منين اذا كانت سورس بورت او ديستنيشن بورت، بعرف من المكان اللي محطوطه فيه البورت. لو البورت محطوطه بعد كلمه اي كيو بعد الديستنيشن اي بي تبقى دي الديستنيشن بورت، لو محطوطه بعد السورس اي بي تبقى دي السورس بورت. مهم قوي برضو الدايركشن في التطبيق بتاع الاكسس ليست على الانترفيس، يعني الانترفيس ده اللي هو اسمه سيريال 0/1 على الراوتر 1. لو طبقت الاكسس ليست ان مثلا، والاكسس ليست ديت بتمنع سورس اسمه 192.168.1.10 انه يعدي، هل في يوم من الايام هيكون في باكت جاي من 192.168.1.10 اللي هو بي سي 1 جاي منه، والباكت ده يجي ان على الانترفيس اللي اسمه سيريال 0/1 هنا؟ مستحيل، الا بقى لو انت عامل ايه، حاطط هنا مرايه كده والباكت ايه بيقوم خارج كده ويعكس في المرايه يجي على الانترفيس ده. طبعا ده ما بيحصلش. الفكره ان اي باكت هيخرج من بي سي 1، طالما بي سي 1 هو السورس يبقى الباكت هيبقى ماشي في الاتجاه ده، يبقى عمر ما في باكت هيبقى جاي من بي سي 1، بي سي 1 هو السورس والباكت ده يجي ان على سيريال 0/1. فناخد بالنا يا جماعه من الدايركشن، لو باكت احنا عايزين نعمله ديناي او بيرميت والسورس بتاعه بي سي 1، يبقى الباكت ده هيبقى اتجاهه كده، فيا اما تمنعه ان هنا يا اما اوت هنا، يا اما ان هنا يا اما اوت هنا. برضو البروتوكول المستخدم جوه الاي بي، يعني اذا كان تي سي بي او يو دي بي او اي سي ام بي، لو عايز تسمح لكل حاجه، كل حاجه بتتحط جوه اي بي، يبقى انت لو سمحت الاي بي سمحت لكل حاجه، ولو منعت الاي بي يبقى منعت كل حاجه. السورس والديستنيشن اي بي ادريسز ناخد بالنا منهم وناخد بالنا من وايلد كارد. كلمه هوست ممكن تيجي مكان 4 اصفار بس بتيجي قبل الاي بي، والوايلد كارد الاربع اصفار بيجي بعد الاي بي. والبورت نمبرز يعني اعتقد ريفرشمنت سريع للكلاينت تو سيرفر كوميونيكيشن، ان الكلاينت بيبعت ريكوست والسيرفر بيرد عليه بريسبونس. طبعا الكلاينت بيبعت الريكوست بتاعه الى ديستنيشن بورت بتبقى ويل نون، وليكن مثلا بورت 80. طالما انت شفت باكت رايح الى بورت 80 تعرف ان دوت جاي من كلاينت رايح لسيرفر، ولو شفت حاجه جايه من بورت سورس بورت 80 تبقى دي حاجه جايه من سيرفر رايحه الى كلاينت. ده بالنسبه لي الاكسس كنترول ليست. دي كانت عباره عن انترودكشن للاكسس كنترول ليست، قلنا فيها ايه هي الاكسس كنترول ليست. هي عباره عن ليست اوف ستيتمنتس بيبقى فيها شرط اللي هو عباره عن اي بي ادرس، الشرط دوت لو تحقق بنطبق البيرميت او الديناي. ليه بنستخدم اكسس ليست؟ في اكتر من حاجه. على سبيل المثال ممكن نصنف بيها نتوركس، ممكن نعمل باكيت فلترنج ان باكيتس تعدي باكيتس ثانيه ما تعديش، ممكن نعمل راوت ابديت فلترنج ان احنا ابديتس معينه نعديها وابديتس ما نعديهاش. شفنا انواع زي نيمد ان احنا بنديها اسم وليكن اي اي، شفنا نمبرد اللي هي بتبقى من 1 لـ99، ستاندرد من 100 لـ199 بتبقى اكستندد. شفنا ان احنا ازاي ممكن نستخدم الستاندرد اكسس ليست عشان خاطر نمنع يوزرز معينين، وقلنا ان هي بتتحط اقرب ما يكون الى الديستنيشن. ليه بقى؟ زي ما قلنا تخيل لو انا عندي النتورك ديت فيها يوزر هنا ده السورس وعايز امنعه يكلم الديستنيشن ديت، اتفقنا ان احنا نيجي على اخر راوتر ويكون اسمه راوتر اكس، هنطبق الاكسس ليست على اقرب انترفيس للديستنيشن. ليه؟ لان انت لو طبقتها على اقرب ما يكون للسورس، ده بالنسبه للستاندرد اكسس ليست. الستاندرد اكسس ليست ما بتبصش على اي حاجه غير السورس اي بي، يعني ما بتبصش هو رايح يكلم مين، رايح يكلمه بانهي بروتوكول، هيستخدم انهي بورت نمبر خالص. فالفكره ان انت لو حطيت الستاندرد اكسس ليست اللي بتمنع السورس دوت هنا على اول راوتر ويكون اسمه راوتر 1، كده انت دفنته خلاص، ردمته، لان كده اي حاجه هتتبعت تخرج من السورس ده
تروح للراوتر 1، راوتر 1 هيعمل لها ديسكورد، فهو كده مش عارف يكلم الناس اللي هنا ولا الناس اللي هنا ولا الناس اللي هنا ولا الناس اللي هنا ولا الناس اللي هنا. عشان كده الستاندرد اكسس ليست بنحطها اقرب ما يكون للديستنيشن، بعكسها الاكستندد لان هي دقيقه بنبقى عارفين مين رايح يكلم مين، فبنحطها على اقرب ما يكون الى السورس. شفنا الكونفيجريشن والفيريفيكيشن والاديتنج ترابل شوتينج بتاع الستاندرد والاكستندد. اكسس ليست بتاعتنا ممكن يبقى فيها سطور كتير زي ما احنا عايزين، بس طبعا يفضل ان احنا نقلل السطور بقدر الامكان. شفنا الجايد لاينز المختلفه ان احنا الاكسس ليست بتاعتنا لو ستاندرد وما حطيناش وايلد كارد ماسك هيتحط 4 اصفار. شفنا المكان اللي ممكن نحط فيه الاكسس ليست. فكره الان والاوت عايزين على طول نبقى فاكرين ان احنا عندنا الراوتر بتاعنا، الاكسس ليست بتطبق على انترفيس، بتحط اكسس ليست واحده بس ان واكسس ليست واحده بس اوت، ما ينفعش تحط اكتر من اكسس ليست ان او اكتر من اكسس ليست اوت، ما ينفعش. وناخد بالنا ان الحاجه لو جوه الراوتر وهتخرج من الراوتر من انترفيس معين تبقى اوت، والحاجه لو بره الراوتر في اي حته وهتخش الراوتر من انترفيس معين تبقى الحاجه ديت ان. common errors بتبقى حاجات زي الناس بتحط الاكسس ليست في المكان الغير سليم، بتستخدم السورس اي بي او السورس بورت نمبر بالشكل الغير سليم، وده كنا وضحناه. ارجو ان الليسن دوت كان ظريف وكان هيلبفول. انا عارف ان هو كان غزير المعلومات، ولكن يعني اتمنى طبعا ان لو في اي ملاحظات تبعتوها لي علشان خاطر نحاول ان احنا نطور من الكونتنت دوت بقدر الامكان. اشكركم.